ضربت تهزة أرضية نقض خنقين على الحدود العراقية الإيرانية، وسجلت المراصد الزلزالية العراقية حدوث هزة أرضية بقوة 3 درجات وعشرية درجة على مقياس ريختر في منطقة سومر بإيران، والتي تبعد 33 كيلومترا جنوب شرق خنقين. وضربت هزة ثانية بقوة 3 درجات وعشرة درجة ذات المنطقة بعد مدة وجيزة، ولم تسجل الجهات المختصة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراءهما.